وهي الطريقة التي أخبرتكم عنها أو التي سبق أن قدمنا عنها، وأنها تخرج منها يعني مئات الحفظة. والثمرة في هذه الطريقة هي أن الإنسان يصل في النهاية إلى أنه يستغني عن حمل المصحف، يقرأ القرآن على كل حال، لا يحتاج إلى أن يحمل المصحف معه. لذلك لو سألت من جرب هذه الطريقة وقلت له كم لك وأنت لم تفتح المصحف، لقال لك سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خمس. مجرد انتهائه من القرآن هو لا يستغني عن حمل المصحف. وليس هذا الأمر بعسير، وليس هذا بصعب، وليست هي بطريقة مستحدثة يا إخواني، وإنما هي يعني تطبيق لطريقة السلف الصالح في الحفظ. وهذه الطريقة يعني يمكن أن نقول أنها تقوم على ثلاث ركائز. الأمر الأول التكرار، والأمر الثاني الربط، والثالث المراجعة. وكل أمر من هذه الأمور الثلاثة يحتاج إلى شيء من التفصيل أشير إليه على وجه السرعة. فأنت حينما تريد أن تحفظ محفوظا، إنسان يريد أن يبتدئ كمثال من البقرة، من سورة البقرة، يحفظ كل يوم مثلا وجه أو وجهين أو ثلاثة على حسب إرادته. فمثلا أراد أن يحفظ فيبتدئ أولا بسماع المحفوظ لأحد المجودين، ثم بعد ذلك يبتدئ بحفظ المقدار اليومي، ويكون هذا الحفظ دائما من أول الوجه إلى أول آية في الوجه الثاني حتى يستطيع الربط، ربط الوجه مع الذي قبله. إذا حفظ الوجه وأتقنه إتقانا، وفرق يا إخواني بين الإتقان وبين التصوير. بعض الإخوان أو بعض الأخوات أحيانا يصورون الوجه تصوير، مجرد أن يترك المصحف يحس أنه غير مرتاح، هذا تصوير ليس بضبط وليس بإتقان. بعد ذلك انتهيت من هذا المقدار، هنا أغلق المصحف ثم كرر 40 مرة. وفي البداية الإنسان يعني قد يصعب عليه أن يكرر 40 مرة، لكن يتنقل، يعود الإنسان نفسه 20 مرة، ثم بعد ذلك 30، ثم 40. ويا إخواني نحن نتحدث قبل ذلك عن قول أبي إسحاق أيكم يكرر 400 مرة، يعني هذه 40 ليست بشيء من الجهد وشيء من التعب لمن أراد أن يصل إلى تحقيق الثمرة. فإذا بعد ذلك حينما يتقن الإنسان المحفوظ يغلق المصحف ثم يكرر 40 مرة، لا يكون التكرار أثناء الحفظ وإنما يكون بعد الضبط والإتقان. انتهى الإنسان اليوم من الوجه الأول، من الغد عنده الوجه الثاني، الوجه الثاني يطبق فيه نفس الطريقة التي طبقها في حفظ الأمس بأنه يكرره 40 مرة. الحفظ الذي أخذه بالأمس يكرره 5 مرات. اليوم الثالث طبعا لابد أن نضع في بالنا نقطة، وهي أن الإنسان إذا بدأ يكرر ينسى فتح المصحف خلاص. اليوم الثالث عنده الوجه الثالث يكرره 40 مرة، الوجه الذي أخذه بالأمس كم يكرره؟ 5 مرات، والأول مرة واحدة. طيب إنسان وصل إلى الوجه 20، كم يكرر الوجه 20؟ 40 مرة، والوجه 19؟ 5 مرات، ومن الأول إلى 18 مرة واحدة. مرة واحدة. وضعوا في بالكم أن المراجعة تكون غيبا. قد يقول قائل إلى متى وأنا كل يوم أراجع من أول حفظي إلى نهايته؟ تقول حتى تصل إلى جزئين. إذا وصلت إلى جزئين بعد ذلك يقسم هذا على يومين، فتراجع اليوم الجزء الأول وغدا الجزء الثاني، اليوم الثالث الجزء الأول، واليوم الرابع الجزء الثاني، وهكذا. وصل حفظ الإنسان إلى 8 أجزاء قسموا على 4 أيام، وهكذا كلما زاد الحفظ زادت المراجعة. والشيء المريح في هذا أن الإنسان في المراجعة لا يحتاج إلى أنه يحدد أوقاتا للمراجعة، لأنه لا يحتاج أن يفتح المصحف، فهو يقرأ في كل وقت. فهذه هي الثمرة التي يصل إليها الإنسان.